أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنستعرض أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها خلال الوحدة الأولى من هذا الفصل، كونوا معي. تتناول هذه الوحدة مهارات اللغة العربية متمثلة في دروس وعناوين مختلفة تكسبك القدرة على القراءة والاستيعاب والكتابة ضمن مهماتها وتحدياتها. سننتقل من مصدر إلى آخر من مصادر اللغة العربية المعتمدة. كتاب اللغة العربية، سنأخذ منه الاستماع ونص ونحن نحب الحياة، من كتاب النشاط تحليل قصيدة المتنبي، وسنتعلم كيف نحلل نصاً شعرياً، الكتابة تحليل مقطع شعري، الأسلوب الإنشائي، وأيضاً القواعد والمهارات، الهمزة المتوسطة والفعل الماضي والأفعال الخمسة، نصوص إثرائية خارجية، سنتعرف إلى قصة موت موظف لتشيخوف. دعونا ندخل بتفصيل آخر. من كتاب اللغة العربية الاستماع، سنأخذ الاستماع لنستطيع أن نقيم أنفسنا به، ونحن نحب الحياة نص شعري الشاعر محمود درويش، سنحلل قصيدة للمتنبي، وأيضا سنكتب تحليلا لمقطع شعري. الأسلوب الإنشائي الطلبي سنعرفه وهو ليس بجديد علينا أعزائي الطلاب. القواعد والمهارات، الهمزة المتوسطة، الفعل المضارع، الأفعال الخمسة، وقصة موت موظف لتشيخوف هي من النصوص الخارجية. المشروع سنقوم باختيار قصيدة وتحليلها ضمن الشروط التي سنتعلمها في هذه الوحدة. مشروع الوحدة أساساً يقوم على المهارات البحثية في حصة المكتبة. ستوكل إليكم مهمة البحث عن نص شعري من الأدب العربي يتناسب وموضوع الوحدة الحياة. يحلل النص إلى عناصره، ثم ينظم الطالب عمله في عرض تقديمي أو فيديو يعرضه أمام زملائه في حصة العرض. تتكامل هذه الموضوعات مع مادة التاريخ، حيث تعرض الوحدة نصوصاً نتجت عن تحديات واجهتها الشعوب وتمسكت بالحياة رغم صعوبتها في ظل الاحتلال والظلم، وأيضاً مع التكنولوجيا، المعلومات، المهارات البحثية التي ستكون في حصة المكتبة وللوصول إلى نص شعري، يقوم بتحليله ويستخدم المهارات التكنولوجية في تصميمه إما كعرض تقديمي أو كفيديو من اختياره وزميله. القراءة ونحن نحب الحياة، هذه قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش الغني عن التعريف. فهنا كما تلاحظون أن صفحات الكتاب ربما تغير ترتيبها، نرى أن حياة الشاعر بجانب النص الشعري. محمود درويش هو الشاعر الفلسطيني الذي ولد بقرية البروة بفلسطين، هو أيضا وصف بأنه من شعراء المقاومة، له الكثير من دواوين الشعرية، نحن نحب الحياة من قصائد ديوانه ورد أقل، هي من شعر التفعيل، يصف الشاعر الإنسان الفلسطيني الذي يعيش حياة صاخبة، هنا التضارب بين الموت والحياة، وهذا هو ما يعيش تفاصيل الحياة الجميلة ما استطاع إليه سبيل. بالطبع عزيزي الطالب، بعد أن نفهم النص سننتقل إلى أسئلة أفهم المقروء وأحلله. هنا ستعرض لنا هذه الصفحة مجموعة من أسئلة التحليل. يتكلم الشاعر في قصيدته باسم الجماعة شعب فلسطين، أدلل على ذلك بتتبعي للضمائر الظاهرة والمستترة الواردة فيها. سنجد ربما تفسيراً لماذا هو يتحدث بصيغة الجماعة. أيضاً في أي عبارة شعرية نفى الشاعر أن شعب فلسطين يطلب الموت من أجل الموت أو لأنه يكره الحياة. أوضح أبعاد هذا المعنى في ضوء السعي للتحرر وكراهية الحياة الذليلة. أيضاً سيتطلب منا العبارة الشعرية التي سنقرأ معناها، مثلاً طلب الشهادة والفرح بها
تخليد أسماء الشهداء وبقاؤها في ذاكرة الأمة، الحنين إلى الوطن والشوق إلى أهله مهما تباعدت بالمغتربين الديار، بقاء جذوة المقاومة والتحدي في الطريق. بعد ذلك عزيزي الطالب، سنتعلم كيف نحلل نصا شعريا. لاحظ معي، أستعد للكتابة، لم يقل أبدأ الكتابة، قال أستعد للكتابة. علينا أن نفهم ماذا سنفعل ومن ثم نبدأ العمل. عناصر العمل الأدبي: لابد من فهم الأفكار، إبراز العواطف، فهم الخيال، اللغة، موسيقى الشعر. هذه لاحظوا معي، ليس لأي عنصر منها أولوية أو أن أحدها أهم من الآخر. تحليل النص الشعري: لابد بداية من قراءته لكشف الأفكار، تحديد مغزى ومقصد، تتبع ألفاظه وتراكيبه وبيان إيحاءاتها النفسية والمعنوية، بيان دقة الألفاظ وانسجامها، وإبراز مواطن الضعف والقوة في النص الشعري. لابد أيضاً أن نكشف عن مواضع التناص، أي تأثر النص مع النصوص الأخرى كالتضمين والاقتباس، وإظهار جماليات توظيف الصورة الفنية وعلاقتها بالمعنى الشعري الانفعالي في القصيدة. وأيضاً تشمل وحدتنا الهمزة المتوسطة، سنتعرف إلى الحالات التي تكتب فيها الهمزة المتوسطة على واو وعلى ياء، وأيضاً كيف تكتب على الألف ولماذا. بعد ذلك سنتعرف إلى تفاصيل ربما أكثر عن الفعل المضارع. نحن نعرف أن الفعل المضارع معرب، ولكن سنضيف إلى حصيلتنا اللغوية بناء الفعل المضارع، كيف يبنى على الفتح وكيف يبنى على السكون والحالات التي يبنى فيها الفعل المضارع. بعد ذلك سنتطرق إلى موضوع آخر وهو الأفعال الخمسة الذي يعد فرعا من الفعل المضارع. سنتعرف كيف هي ميزانه وكيف نميزه عن الأفعال المضارعة الأخرى. هو عرض سريع وموجز لكل ما سنقوم بشرحه وتوضيحه خلال الوحدة الأولى. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لك.